السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم متابعين قناة أثاث ثقة خاوتنا. كما وعدناكم بالجولة الأولى، اليوم جينا نفرحوكم متابعينا الأوفياء بالجولة الثانية، ولكن هذه الجولة خاوتي راح تكون مختلفة على الجولة الأولى كونها راح تبدأ بحاجة بزاف طلبتوها منا. أي واحد يدخل المحل أثاث ثقة، ما نقولوش أي واحد، يعني معظم الناس اللي يدخلوا المحل أثاث ثقة كيجوا المحل واش يعجبهم؟ تعجبهم الصبيغه، تعجبهم البابي، يعجبهم كل حاجه عندها علاقه بالديكور. اليوم خاوتنا رانا مع لا ديكوراسيون تاع محل أثاث ثقة في لو ريتشوسي تاعو. رانا كيما راكم تلاحظوا هذا بابي خاوتي راكم تلاحظوا فيه الان، نوريكم هكا دي موديل. ولو بابي خاوتنا صح حاجه شابه، ولكن اهم حاجه فيه هو الطريقه اللي تلصقها به. هكذا خاوتي كيما راكم تشوفوا فيه مام ها لا بينتور اللي راهي من الاعلى، ثاني بزاف هايله خرجت اسورتي مع البابي. دوك نوري لكم ثاني لي بوكس كامل، هذا فضلنا على انه يكون كامل ابيض لانه اللون الابيض ثاني كولر بزاف هايله. وخاوتنا ثاني شوفوا هذا البابي جابت ناسق بزاف مع الارضيه. هم ليكم خاوتي جماعه اللي محترفين من ناحيه لو بابي وكاع خاوتي. على كل حال قولوا لنا البابي هذا زعما السعر تاعو شحال يكون يدير؟ غالي ماشي غالي، شحال يدير؟ صافا يقدر يجي للمشتري، هذا كاين من السوق تقريبا طلع على حسب الكواليتي وعلى حسب الموديل. لا السوق تقريبا ما يقدرش للرولو الميترا بالرولو الرولو فيها قيمه مليون. الله يبارك. اليوم ديالك 9 متر كاريه ما شاء الله ما شاء الله. سما ما السعر تاعو معقول، راح يوفر على المتابعين تاعنا. خاوتنا بابي هذا راه يزيد شعر بزاف، وهذه خاوتي صبيغه هذه مع الاول حسبناها بابي. الله يبارك، هذه ما شفتهاش انا البارح، هذه راني نشوف فيها برك ما شاء الله. هذه راهي صبيغه خاوتي ولا بابي؟ لا لا هذا بابي وهذه صبيغه هكذا، هذا بابي وهذه صبيغه. شوفوا الله يبارك ما شاء الله. خاوتنا على كل حال اي واحد يحوس يابليكي هذا لو بابي ولا يحوس يصبغ هذا الصبيغه، هاو ليكم خونا يفهمكم كيفاش تواصلوا به. مرحبا بكم، رانا هنا في الخدمه كما قلت لك، حنا اثاث ثقه دار فينا ثقه ورانا كل عام رانا نعاودوا له. من بريمير طاش خدمتوا لنا خويا؟ خدمنا له خدمنا له صابو خدمنا، المهم دار فينا ثقه وشاف خدمتنا. مرحبا بكم، ماشي مشكله، خليكم خونا ديميرو ديميرو تحت الله يبارك. واللي صبيغه مام تاع الانتيريور كيما هكذا، هذيك صبيغه هذه صبيغه الاكستيريور، نخدمو الاكستيريور الاكستيريور ما نخدمو سبيسياليتي اكستيريور، الانسان باش يدخل خدمته يكون في حاجه ما يخلطش ما شاء الله. فوالا سكي الانتيريور نخدمو ابليكيو حتى لو جا فلاكس لو بارتي كلش كيما راسك نخدموها. داكور خونا ثاني الارقام كيف كيف تخدموا كيف كيف؟ كيف كيف الله يبارك، راكم جماعه كيف كيف ما شاء الله. كيف رانا ثلاثة كيف وكما نقول لك راه أثاث ثقة دار فينا ثقة. الله يعطيك الصحة. شفت خدمتنا وراه دراس قلت لك كل سيزون رانا نعاودوا له، واحد حبيبي دير لي ديكور واش الله يبارك. الله يبارك. الحمد لله واش الخدمة وتزيد وريني الناس يشوفوا. شهادة لله خاوتنا، لو شوروم خرج روعة. هذا بابي ولا سبيرا؟ سبيرا ما شاء الله. شوف شوف خوتي خدمة الله يبارك. خونا سما أي حاجة عندها علاقة بالانتيريور بلافينتير لافينيسيون رانا لهنا. الله يبارك. لافينيسيون كاع هذه سما تخدمت لنا ثاني بريمي ايطاج. فوالا خدمت له كالكو شهور. الله يبارك. فوالا وقعت بزاف. خدمت أنا كالكو شهور كيما الأول هذوك تاع لي صالون راه ما عندهم فريسك عام ونص. الله يبارك. وما زغدوش الحمد لله. إن شاء الله نزيدوا نعاودوا لديك. الحمد لله. دوك نزيدوا نطلعوا للبريمي ايطاج نوروا لهم شوية يا خويا بارك الله فيك الله يحفظكم على ما شاء الله ما شاء الله. على كل حال الارقام تاعهم في اول تاهم هنايا في الفيديو، اي حاجه تحتاجوها مرحبا بكم. بصح كاينه حاجه رونجي وجماعه اللي يعيطوكم من هذا خدمه الزواري كما يقول الله يحفظك. حاله طريه عندنا الحمد لله، حاله طريه زوجنا ناس كما الحمد لله الله يبارك بارك الله فيك. راهم يعرفونا الناس على كل حال الله يعطيكم العافيه، يعرفونا في الميدان واللي ما عندوش نخدموا له واللي عنده ساعه ان شاء الله ان شاء الله بارك الله فيكم. صح خاوتنا على كل حال بعد ما شفنا الصبيغه اللي طلبتوها من بزاف، شفنا ثاني لو بابي اللي طلبتوه علينا بزاف متابعينا الاوفياء. دركا نخرجوا من محل اثاث ثقه فير المحلات تاع جيراننا اللي زدونا عرفوكم بهم. شوفوا مام هذا خاوتي، هذا يقول له بابي طروادي، هذا يجي هكا طروادي يبان له خاوتنا. دركا نروحوا للمحلات على بركه الله.
كالعادة متابعين أثاث ثقة، اليوم دينا لكم أن شوروم اللي بزاف هايل خوتنا. هذا الشوروم افتتاح جديد هنا في أمام محل أثاث ثقة. وين عندكم لهنا الطريق منا طريق الجزائر، سقسوا على طريق الجزائر. هنايا رانا في القارس، هنا بلاصة هذه اسمها القارس متابعينا الأوفياء. وهنا عندكم لو رون بوان تاع القارس جوست أكوتي منا على اليمين في أقصى اليمين، راح تشاهدوا خويا خوتنا المتابعين تاوعنا راهم بارتو. هاي ليكم خوتي، هذا هو الشور قلت لكم في اقصى اليمين كما راكم تلاحظوا فيه عند خونا مندوزا. هذا هو الشوروم تاع مندوزا هنا في القليعه كما راكم تلاحظوا فيه. شوفوا ما مدخله بزاف شابه، وراح تشوفوا الداخل امور اجمل واحلى واروع. دوك نقطعوا الطريق مع بعض. اليوم المتعوم ان شاء الله، متعوم ان شاء الله، اليوم نفرحوهم ان شاء الله. بالعقل خويا عبد الرحمن، سيرتو لافير صحيح، بارك الله فيك. صح اخويا، خوتنا اليوم راح تشوفوا لافير في هذا لو شوروم اللي راح نبداو به على بركه الله. هاوليكم بسم الله خوتي، الله يبارك. شوفوا خوتنا وعندهم زوار من كامل ولايات الوطن، من مسغانم، الله يبارك، ناس مسغانم ما شاء الله، الله يحفظكم. الحمد لله خوتنا، القليعة راهي تستقبل جميع ولايات الوطن، وهذا شرف لنا، ورانا نسعوا لها باش تكون هي الأولى إن شاء الله على مستوى الوطن في مجال أثاث المنزل. خوتنا شوفوا عندهم لي شومبر على كل نوع، عندهم في البواروج في الآتر. شوفوا خوتي هذا شومبر في الآتر شحال شاب ما شاء الله. عندهم مام لي صالون في الآل، هاهم ليكم خوتي. عندهم ثاني دي صالون لهنايا، هذا سي بلاس، عندهم على كل نوع ما شاء الله. مام لي طابل صالامونجي، عندهم مام في لامبورطاسيون، عندهم دي برودوي في لامبورطاسيون، والاسعار عندهم معقوله خوتي، الاسعار جد جد معقوله. هذه مكتبه، هذا موديل تاع مكتبه. عندكم ثاني لهنايا لي كاردروب، هذو نو شومبر بور انفون لا كاردروب. خويا لي شومبر انفون لا كاردروب، كاردروب شحال دارت هذه يا خويا؟ هذه دارت 6 ملايين و200. 6 ملايين و200 اثر هذه؟ كاين في 1.60 وكاين في 1.3. ما شاء الله كاين الخير. هاد لا شومبر شابه حبيبي، هذه قول لي سمتها شحال؟ هذيك دير 19 مليون خويا. 19 مليون اثر هذه؟ وبيان سير كي تجوكم من عند اثاث ثقه ساعدوهم، دير لهم سومه شابه. ماشي مشكل. تهلا لنا في المتابعين تاعنا. ميم لي زارجونتري دو كوان، راني نشوف هنا دي موديل بزاف شابين. خوتنا للتوضيح فقط متابعينا الاوفياء، الاخ مندوزا لهنايا حتى هو حنا نقتنيو من عنده. مثلا بعض غرف النوم مندوزا 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 دو مندوزا تروا مندوزا كار، هذيك السلسله كانت كامل من صنع الاخ مندوزا. يعني حنايا في القليعه حنا نصنعوا ونبيعوا للزبائن تاعنا اللي هما هنا محلات ايضا، ومام المحلات هنا كاين مصنعين ونشرو عليهم هكذا كامل، رانا اليد في اليد باش نساعدوا المتابع الكريم والزبون الكريم. خوتنا هذا الشوروم متكون من زوج محلات، نروحوا دوكا للمحل الثاني ثم نطلعوا ثاني عندهم لو برومي فيما يخص الشوروم الاول. هاوليكم المحل الثاني، ثاني بزاف رائع. هذا بازار خوتنا راح تصيبوا فيه كلش، كل حاجة عندها علاقة بالأثاث المنزلي تصيبوها. هاهم ليكم لي طاب دو كويزين في لو اتر في البوا اتر، هاهم ليكم ثاني خاوتي لي شومبر على كل نوع. على كل حال خاوتي راح تصيبوا الأرقام يظهروا كل شوية، يظهروا لكم في أسفل الشاشة. هاهم ليكم لي شومبر ثاني، الله يبارك. خاوتنا هذا شومبر شوفوا شحال شابة هذه، واعرة هذه خوتي، واعرة. وهذه من صنع مندوزا، من صنع خليفة مندوزا خوتنا. هذا لا شومبر بزاف هايلة، الله يبارك. ما شاء الله خويا عبد الرحمن، شابة في لاكولور نوار. شحال شحال راهو؟ ما شاء الله 14.5 خويا، بالليفريزون والمونتاج والسومي والبوف معها، الله يبارك. شوف خويا هذه اش تدير 14.5؟ راني نشوف فيها بلي سومة معقولة، بصح كي يجوا جماعة تاع أثاث ثقة تهلا لنا فيهم. تهلا فيهم إن شاء الله. تهلا لنا فيهم. ما شاء الله ما شاء الله. هاهم ليكم خاوتنا لي شومبر هذوما في البواروج. هذه شحال دارت خويا في الكات بورت؟ هذه دارت 14 ونساعدوك فيها ماشي مشكل. هذه دو بورت أوفرون دو بورت كوليسون. لا خويا هذه سي بورت كاع. سي بورت، إيه أبواب مفتوحة. ستيلة قديمة. الله يبارك الله يبارك. بزاف يحوسوا الناس على لي بورت أوفرون. خاوتنا هذه ست أبواب مفتوحة.
هذه لوحه وسالي بورت اوفر ننصحوا فيها شابه شابه. هذه ستيل اونسيان بصح مودرن او ميم طون مودرن. بيت لي دو بورت اوفر دو بالكوليسون. شحال قلت لي هذه السومه تاعها؟ هذه قلت لك 14. نساعدوك فيها خويا ماشي مشكل. رونجي وخاوتنا. فيها. الله يحفظك بارك الله فيك خويا. خاوتنا راكو تشوفوا هنا المعامله ما شاء الله. وقال لكم اللي يجي من عند اثاث ثقه يتهلا فيه. عندكم ثاني هنا في لاكولور بلونش، عندكم في النوار ثاني خاوتي في لوستيل ساموراي كيما راكم تلاحظوا فيه كاين كل نوع وعلى كل لون. هذا الموديل هذا خويا، هذا شحال يدير؟ نعم خويا. هذا الموديل شحال يدير هنا؟ هذا كيدير 11800 خويا. 11800. هذا الموديل كنا مسمينه موديل ارابيسك، بزاف متابعين يحوسوا عليه. خاوتنا هاو لكم لو موديل ارابيسك، اذا كنت تحوسوا عليه راه متواجد هنا عند خونا خليفه. مرحبا بكم متابعينا الاوفياء. اوكي كل خير ثاني. ودوك نزيدوا نروحوا خاوتنا للطابق الاول تاعهم اللي ثاني فيه غير جديد، سيرتو لي طاب سالا مونجي عندهم بزاف انواع. خاوتنا متابعينا الاوفياء الان رانا في الطابق الاول او الطابق العلوي تاع محل مندوزا كيما راكم تلاحظوا. الله يبارك. شوفوا خاوتنا الترحيب هايل بزاف، وراني نشوف بليزيور موديل تاع لي صالون كاين على كلنا خويا. الله يبارك. قول لي شنو الحاجه اللي سقسيك عليها؟ الماطله اللي تخدموا بها وشنو هي؟ الماطله اللي نخدموا بها دي 30 كيما راك. الله يبارك. الله يبارك. خدمه لا كاليتي كيما راك تشوف. الماطله اللي دائما ننصح بها المتابعين. وعلى كل سومه وعلى كل نوع خويا العزيز، التيسيلي يعجبك. خويا العزيز. والخدمه بالمتراج تحب تعبر كيما حبيت خويا العزيز. الله يحفظك. هنا راك عند الفابريكون خويا. بارك الله فيك. مرحبا بك خويا. كاين لي صالون لي موديل لي كولور لي موتيف. صح شوفوا لا كولور غريش شحال شابه. دائما ننصحكم في اللون الرمادي حاجه شابه ما شاء الله. كيف كيف عندنا كيما هذا الال هذا شحال يدير خويا؟ الال هذا شحال يدير؟ 12 ونص وفيه مساعده. وفيه المساعده ما شاء الله. السومه فيها عندنا كيف كيف الدوزيام موديل تاعو. شوف خويا تفضل مرحبا بك. كوفري عندنا حتى يولي كليك هاك من الكوفري لكليك هاك. الله يبارك. تفضل خويا شوف لازم يافونسي باش يفتح. اه. الله يبارك. مفهوم مفهوم. متابعين تاعنا راهم يشوفوا بزاف لي كليك لاك ما شاء الله. شوفوا خاوتنا كوفري كاين كوفري ثاني ثما بليزيور موديل في كليك لاك تفتح ما شاء الله. بعد ما درنا جوله خفيفه على لي صالون، واش تنصحني في ليفينغ؟ لي ليفينغ خويا عندك دو موديل، عندك تاع الامبورت في هذا صح فيه 160 160 وعندك في الدو بورت اللي هو هذا اللي راه هذا اللي مليها. هذوما امبورطاسيون لوكال. قول لي لوكال اتر هذا خدمه جزائريه خويا. خاوتنا شوفوا شوفوا لا فينيسيون تاع الجزائر، تمتعوا بمشاهده لا فينيسيون في الجزائر خاوتي. شوفوا الله يبارك. شفتوا واش تشوفوا تاع امبورطاسيون ما يبانوش قدام هذا باش تعرفوا كيما هذا السعر تاعو شحال خويا العزيز؟ 12 مليون. هذا 12 مليون و500 سومه ما شاء الله. ما بالميكانيزم يا راحتي مادام. الله يبارك ما شاء الله. شوف الخدمه اخويا العزيز خدمه في كلش بالميكانيزم كلش سلعه في خوتي. مرحبا بكم ديريكتومون ننصحكم في هذا الليفي سوما. الله يبارك كيما حبيت خويا العزيز. زيد قول لي وري لي كالشومبره لهنايا نزيد في الاثر. وري لي كالشومبره في الاثر حاجه شابه في الاثر. وري لي وحده هايله هايله خدمه نقيه صنع جزائري. وين راهي هذه؟ لا هاي شوفوا خاوتنا. الله يبارك. الله يبارك. هذه يعني راهي مستفه واضحه للمتابعين تاعنا. شوفوا هذه لاشومبر شحال شابه يا خاوتي. راهي فيها 3 بورت كوليسون. هذه شحال فيها الطول تاعها؟ هذه فيها 2 متر 50 خويا 2 متر 50 2 مترات و50. شوفوا برك هذا الموتيف هذا راهو هنا. هذا الموتيف ثاني بالاتر خدمه مقيه في الاتر. هذا الموتيف لاك تشوف فيه خاوتنا خدمه ما شاء الله مخدوم امان هذا كما راكم تلاحظوا فيه خدمه في البريمير. شوف خويا العزيز عندك دوبل تيروار لداخل تيروار سكري داخل ما شاء الله تيروار سكري خدمه مقيه والسومه طريه وارواحه عندنا والكوافيس تاعها هايليك كوافيس. ايه هاي لكم الكوافيس تاعها هايليك كوافيس خويا مخدومه ستيل تي كما راكم تلاحظوا فيها ما شاء الله ما شاء الله. الله يبارك على خدمة تاع بلادنا. اعطيني السومة تاعها باش المتابعين تاعنا. السومة تاعها خويا العزيز نحسبوا فيها 18 مليون و500 بالتركيب والتوصيل. صح. والمتابعين تاعنا رونجيهم. ثقة زيدوا نتهلاو. هذه يا خويا انا هذه الامر اللي اكد عليه. السلعة راهي كاينة في القليعة. المساعدة خوتنا ساعدونا المتابعين. السومة ما كاش مشكل. الله يحفظك. مشتري شوف باين. هذه واعرة ثاني في النوارة. واعرة هذه واعرة. هذه حاجة شابة هذه كاع سكاي خويا. ما شاء الله.
هذه راهي تاعها تور. الله يبارك. هذه شحال دارت خويا؟ هذه دارت 16500. 16500. الله يبارك، يعني كاين كل حاجه، ميم خاوتي لي غيريدون كاينين لهنايا. لي طابلو باس كيما راكم تلاحظوا، حتى مبلتيلي ها هذا الموديل عجبني بزاف البيغازيل. شحال دار هذا الموديل هذا؟ شحال جديد هذا؟ دار 3500. هايل بزاف هذا الموديل، هايل. خاوتنا هذا خشب طبيعي هذايا، ماشي خشب اصطناعي اللي يفسد لكم ولا على هذاك. انا نجولوا بكم وعندكم لهنايا لي ميم شوسيور في لامبورطاسيون كيما راكم تلاحظوا، وعندكم اللي هي هذو الشيفوني في اللوكال كيما راكم تشوفوا في الاتراد. هذه اتراد ما شاء الله، هذه مكتبه. مكتبه هذه هي باش نشجعوا ولادنا على المطالعه. هذا الموديل شحال يدير تاع المكتبه؟ 4500. هذا الموديل يدير 4500. هذاك في الاتر. الله يبارك. 4500 في الاتر، تدي مكتبه هايله وبسومه ما شاء الله. وعندك باب لهنا، عندك اون بورت تحتها كوليسون. هذه الانسان اللي عنده الضيق عادي يفتح الباب تاعو عادي ما شاء الله. خاوتي كانت جوله رائعه، الله يبارك، واكدوا لي على حسن الاستقبال في هذا الشوروم والنظافه خاوتنا ما شاء الله. خاوتنا تاع السيقه كي يجيو عندنا ولا نروحوا عندهم، مرحبا بهم عندنا ومرحبا بنا عندهم. الحمد لله ما كاش مشكل، نتعاملوا كيف كيف. ورانا كاع خاوه خاوه الميدان، ورانا كاع خاوه خاوه، ومرحبا بكم عندنا. الحمد لله رانا كاع دايرين اليد في اليد باش نطلعوا المنتوج المحلي، والمحل محلكم خاوتنا، ومرحبا بكم عندنا. سومه معقوله، ومرحبا بكم في القليعه خويا العزيز. والسرعه تاعنا تاع القليعه ماشي تاع برا ولا تاع بيقول لامبورطاسيون ولا نخدموا سلعه، نخدموا سلعتنا تاعنا تاع القليعه. بارك الله فيك. على كل حال، على كل حال راح نحطوا الارقام في اسفل الفيديو، واللي يتصل بك ساعدوا خويا، سيتو الناس لبعاد، سيتو الناس لبعاد. مرحبا بكم في القليعه كومبلي. بارك الله فيك. خاصه اثاث الثقه وعبزو زيمة. صح صح، بارك الله فيك. بسلامة. صحيت خوتنا المتابعين الاوفياء، الان رانا كالعاده قدام لو رون بوان تاع القارص، تاع القارص كالعاده. ها عندكم لهنا محل من اجمل المحلات خوتي. الحاجه الشابه اللي عندهم هو انهم يبيعوا ويصنعوا ثاني بعض الاثاث، يعني خدمتهم ما شاء الله. والاسم معروف، الف ليله وليله، محل اثاث الف ليله وليله خوتنا. شوفوا الله يبارك، دخله بزاف هايله، ومام الداخل خوتي راح نشوفوا الجماعه، يعني ما شاء الله. السلام عليكم. سلام خويا عبد الرحمن. عليكم السلام، واش راكم لاباس؟ بخير الله يحفظك. بارك الله فيك. الله يبارك فيك خويا. راني نشوف الدخله راهي بلي طابل اكستونسيف، يعني رانا نوجدوا رمضان. رانا نوجدوا لهم خويا. الله يبارك. كيما هذه طابل شحال يديرها؟ كاينه منها بالقوه. كاين منها، كاين منها كونتيتي. ولي كولور؟ كاين لي كولور، بليزو كولور فيها. الله يبارك. بالنوار، بلون بالروج، كاين بليزو كولور. ما شاء الله. كيما هذا الموديل شحال يدير هذا؟ هذه لاطاب، دارت 3 مليون و800 خويا. 3 مليون و800. الله يبارك، هذه في الاوريجينال. في الاوريجينال. خاش على بالكم خوتي، هذا لاطاب فيهم الكوبي بزاف. والمتابعين تاعنا ساعدوهم ياسر. ساعدوهم بيزو خويا. شوف دير لهم سومه شابه. لا ليفريزون غراتوي علينا. الله يبارك. نحكوا لهم حتى باب الدار. بارك الله فيك. خوتنا بدينا بلاطاب، علاش؟ باسكو رمضان قرب، وعلى بالك وتحوسوا على طاب دو كويزين. شوفوا خوتي هذا لاشومبر شحال شابه اللي راهي هنا. الله يبارك. ميم ليكسبوزيسيون ما شاء الله. هاد لاشومبر شحال دارت خويا؟ انا خويا عبد الرحمن. هاد لاشومبر، هاديك لاشومبر دارت 13 مليون و800 مع النقل والتركيب، فيها السومي والبوف تاعها هادي. ما شاء الله ما شاء الله. 42 ميلاد. شحال فيها هادي متراج؟ 2 متر 40. 2 متر 40 يعني على حسب لي زابارتمون. 2 متر 20 لاوتور تاعها. الله يبارك. هاوليكم لي شومبر خاوتي. هذه بورت اوفرونت ولا دو بورت اوفرونت دو بورت كوليسون. فيها 3 متر، فيها 3 مترات. 3 مترات، شحال دارت هذه خويا؟ هذيك دارت 16 مليون و800. 16800. مونتاج، سومي والبوف تاعها. الله يبارك، سما السومي والبوف هذيا. فيها الكونفيس ديالها فيها ميتروبي. الله يبارك، الله يبارك، ستيل بيرو، يعني خدمة ما شاء الله راني نشوف فيها الآن، ومام طري بالفينيسو. خوتي كي كنت لهنا الداخل، وراو لي واحد لي طابل لي ديريكتومون من الورشة، مازال هما راهم سومي فيني. ها شوفوا خوتي، مازالت لهم القاعدة الزجاجية. في الآتر. طري بيان فيني. شوفوا لو اتر مصرية ما شاء الله. واتر اتر دي مونطاب. الله يبارك. خدمة راني نشوف بعينيا. وهنا تجي قاعدة زجاجية. زجاجية. والأسعار خويا؟ الأسعار في المتناول الجميع. مازالت في المصنع. الطابلة هذيا نحسبوا فيها 2 مليون 500. زوج مليون ونص. هذه الطابلة بها بولادها. بها بولادها. تجي طابل باص كبيرة. نعم. ويجوا معها زوج ولادها. ويجوا معها زوج ولادها. الله يبارك. راني نشوف هنا حتى دي شومبر في لوات. دي شومبر كوشي هذيا من الورشة فانك. هذه شابة هذه. الورشة خاصة. الله يبارك. هذه شحال دارت خويا؟ هذه دارت 21 مليون 500 مع 21 و500 فيها السومي والبوف تاعها.
كيف كيف لو سومي ولو بوف عندكم من عند الف ليله وليله. الله يبارك. وراني نشوف هنا خاوتي حتى لي باي هاوليكم لي باي ثاني على كل نوع. حتى الامات قطروفه. كامل المقاسات ما شاء الله. والجماعه اللي حوسوا 2 متر وكاع توفروا لهم ان شاء الله. كاين 2 متر كاين الخير. ها سيدي ها انا نضربوا عليكم ورانا هنا. هاوليكم خوتنا لو صالون في الستيل ماروكان اللي طلبتوا منا بزاف كنا خلصنا. هاوليكم عند خونا الف ليله وليله. هاو كاين الخير. واش في هذا الصالون؟ فيه دو بونكيت بيهم بالشوره تاعهم، فيه طابل باس وطاب جيكون ودو بوف. هذا اون بوا اتر خوتي. هذا شحال دار خويا؟ هذا دار 15 مليون ويسو 15 و800. وتوصل تساعده في توصل ثاني الله يبارك. راهو هنا يوصلوا لكم ويمونطيو لكم وماشي كاع مشكل. هذا خاوتنا راه مخدوم ستيل ارابيسك كما راكم تلاحظوا فيه في ستيل ارابيسك ما شاء الله. خدنا متقونه خاوتنا الله يبارك. جوله رائعه هنا في محل اثاث الف ليله وليله. ميم خاوتنا شوفوا هذا الكولر تاع هذا لاشوم شحال شابه الفينغي يعني الكولر اللي بزاف هايله. وشنو هي ارخص شومبرا لهنا في المحل؟ ارخص شومبرا في المحل هنا. اه عندنا لا شومبرا هذه في المارو. هذه كانت 12 مليون ونص فيها 2 متر سيكون باروش بريميشو. هايله خاوتنا في القليعه لهنا كي نقولوا ارخص شومبرا ماشي معناتها كاليتي طايحه ولا. المحلات تتعمد انها توفر اون شومبر ولا المصانع تتعمد انها تصنع اون شومبر بسومه معقوله باش يكون كاين التنوع في المحل. شوفوا شومبرا بزاف هايله خاوتي. شومبرا بزاف هايله الله يبارك. خدمه ما شاء الله وترفد الله يبارك ب 12500 هكا. 12500 مع النقل والتركيب فيها السومي هذيه والبوف تاعها. لي زارجونتري عندنا لي زارجونتري ان بايون لي بايون. هذا رويال بلارجونتري ديالو. ايه في لارجونتري تاعو. في لارجونتري في لا طابلو باز طابلو بلازما تاعو. ما شاء الله. خويا عبد الرحمن. ايه الله يبارك بيبلتي لي. كومبلي. اسمها اونسومبل. اونسومبل كومبلي. هذا اونسومبل كاع شحال يجي؟ ولا كل حاجة وحدها؟ 15 مليون و800 تدي لونسومبل كومبلي. الله يبارك ما شاء الله. يعني نشكرك بوكو بليس على الاستقبال تاعك يعني كان ما شاء الله. والله يكمل ان شاء الله. ما من اسعار جد معقولة. عندنا الاسعار في متناول الجميع. عندنا لي كابيتوني لي كابيتوني عندنا فيهم دو موديل. عندنا لي سومي كوفري تاعو اون بوا وكاين اون فير وكاين في الكونفور كاين في لي كومبلي سومي تاعو في الحديد كيما نقولوا. هذايا تاع الوراثة خويا عبد الرحمن. اه هذا يريح هذا يقعد هذا في الدار يتورث يدخل في الوراثة. ها هو الراس سومي كوفري تاعو كومبلي كاع حديد ما شاء الله الله يبارك. والسعر ثاني هذا من الورشة ثاني ما شاء من الله. ورشة تاعنا الخاصة الله يبارك. خاوتنا شوفوا لا تيدولي شوفوا القماش شحال هايل. لا تيدولي فيها بليزور موديل فيها في الطروادي فيها في الكودوار فيها بليزور موديل. يا خويا بارك الله فيك. بالجميع الله يحفظك. طاب جيكو عندنا لي تاتاتيت كل حاجة عندها علاقة. عجبتني التاتاتيت هذه بزاف شابة. هذه التاتاتيت كيما هكا شحال دير هذه في الاتر هذه؟ هذه نحسبوا فيها 4 مليون 200 خويا عبد الرحمن. هذه حاجة خاوتنا حاجة فخامة. يعني كي نقولوا في الاثر في الاثر في الحطب. انا عمي. اللي يقول لك اثر هو لا ماليزي. صح. يشي يتشبه نفس تلقى نفس منظر. بصح الخدمة ماشي كيف كيف. داكور. لو اثر كيما نقولوا تدخل في الوراثة تورث الحجية القديمة. الله يعطيك الخير. شوف شوف الاسعار في المتناول لهنا بصح كاينة حاجة راني يعني شوف الاسعار المتناول بصح كي يجوا المتابعين من عند اثاث الثقة راه عندنا في الخدمة تاعنا والارقام راهم كي العادة في الاسفل في الخدمة تاعنا. بارك الله فيك. مع النقل مع التركيب كلش حاجة ما تخصهمش. الله يعطيك الخير. خاوتنا كانت جولة رائعة. لي ليستر ثاني لي ليستر تاع لي شومبر دونفون ما شاء الله. عندنا بليزور الموديل بليزور كولير كيهم في البانكي في المارو. الله يبارك وان شاء الله راح تكون عندنا جولات اخرى هنا في المحل. مرحبا بك خويا. الله يحفظك. مرحبا بك حنوني. والحاجه الشابه خاوتنا في هذا المحلات كما الف ليله وليله كما عند خونا مندوزا كما عند اثاث الثقه السلعه تتبدل بشكل دائم ماهوش محلات زعما ثابته تولي تصب نفس السلعه ولا. هذه هي خاوتنا نشكركم على متابعه هذا الجوله داخل محل الف اثاث الف ليله وليله ونتنقلوا في محل اخر. واش تقولنا على الاثاث في القليعه بصفه عامه؟ الاثاث في القليعه راهو في الرياده. الله يبارك. ورانا بنادم كما يقولوا رانا في تطور ملحوظ. ورانا عايشين كما يقول لك في عصر ذهبي في مجال الاثاث. اي والله رانا خلاص رانا بنادم ديفلوبي. الله يحفظك. ومرحبا بالجميع 48 ولايه مرحبا بها. بارك الله فيك صحيت شكرا.
خاوتنا وحبابنا، في الجولة السابقة طلبتوا منا بزاف محلات موثوقة فيما يخص لي كويزين ايكيبي ولي زيليمون كاع. اليوم جبنا لكم هذا المحل اللي الله يبارك خاوتنا يبيعوا ويصنعوا، خدمة بزاف متقونة. وين جاي وين جاي؟ جاي غير هنا غير قدام أثاث الثقة. هاو ليكم محل أثاث الثقة، تمشوا شوية كويزين شيما راهو معروف اللي هنا الله يبارك. تعاملنا معاه إدارة محل أثاث الثقة، تعاملت معاه شخصيا ويعني خدمته بزاف هايلة والحمد لله يا ربي. خاوتنا شوفوا الله يبارك خدمته تحف. السلام عليكم خويا. واش راك خويا؟ مليح لاباس؟ الله يحفظك، مشكور على الاستقبال. الله يسلمك، الله يعطيك الخير خويا. الله يبارك، هذه كوزينة هاي ما شاء الله ما شاء الله. حبيت نسقسيك على بالي لي كويزين ايكيبي خدمتهم الشكل تاعهم والمظهر تاعهم هايل بزاف. احكي لي خويا على الصحه، كاين بزاف دين فكره عيانه على لي كويزين ايكيبي هذو. لي كويزين ايكيبي هذو انا فيهم بليزيور ماتيير، كاين بريمي ماتيير المون نخدموا بها، بريمي ماتيير اسبانيا، وكاين ترك. الله يبارك. لي ماتيير في المون فيها كاع لي كولور، دائما تروح في الماط تبع الباركي وتبع في الحجاز في السام وتأثر فيها كاع لي كولور في البريون، لي كولور كامل كاينين، ودائما تكاسي على حساب لافايونس تاعك ولا حساب لادوسون تاعك اللي تكون دايره. بالنسبه للمتابعين تاعنا كي تجوا لهنايا تنصحوهم في الماده الاوليه المليحه وتنصحوهم في الالوان الثانيه. بارك الله فيك، حنا شو الماده الاوليه اللي نستعملوا بها كامل مليحه. الحمد لله. كونتر الما، ميديتي، ما ما تخافهاش كاع، ميم الكويزين تاعنا كش ما يصرانا رانا نجوز ويبيبا. الله يبارك، هذه هي الحاجة اللي حبيت نعرفها منك قبل ما نعرضوا أي حاجة بإذن الله. خاوتنا شوفوا هاد لاكويزين كي تكون تمشى برا فريمون حاجة اللي تعطيني. لاكويزين بلي زاكسيسوار. نعم. أشاكيريمو بلي زاكسيسوار. شوفوا خاوتنا. الله يبارك. كاين اللي يديروها كاسروني وماشي شرط دير لي زاكسيسوار. تقدر دير غير نيسيسار وطلع عندك تسمى حسب الطالب. حسب الطالب حسب الطالب. عندنا الاكسسوار يعني زاسير دائما هذا يجي تحت الليفي. الله يبارك. ست فيهم مهنك طريبيا هاي هاي مفهوم مفهوم. الله يبارك ما شاء الله. ميم لي ميكانيزم حاجه شابه اللي عجبني الميكانيزم. احنا دائما الميكانيزم في البريميوم ماتير تاع التورك نخدموا تاع التورك، والميكانيزم تاع الالمان نخدموا بالالمان. الله يبارك. ماتير عندنا ثاني هذا الاكسسوار اللي هذا موان شير على هذا، هذا الاكسسوار ثاني ثاني زاسي. طريبيا. عندنا الاكسسوار الاكسسوار ثاني بوتين. خويا باش نهضروا شغل باش نوضحوا للمتابعين تاعنا هذا لي كويزين ايكيبي سيرتو اللي عنده كوزينه ضيقه بهذه الرياض راح يزيد يربح لي تساع. يربح لي تساع. طريبيا. 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 قال لي كولير اي زيد دخل معايا الدخل كاين هذه بريمي ماتيريال. شوف خويا قبل ما تدخلني الدخل احكي لي كوزينه ايكيبي انا كيف المتابعين نحب نعرف السومه خويا منين تبدا حتى هذه اللي تاعها قادر يبدا من 10 ملايين وطلع. وشنو هو المعيار؟ على حسب القيس تاعو. القيس لا ديموسيون هي اللي تعطينا البريتا لا كويزين. انتم كيفاش تخدموا كي تقول كي دير تروحوا عنده ديروا لي ميزور ولا كيفاش؟ نروحوا عنده ندير لي ميزور فيهم. الله يبارك. حنايا يعيطنا باج فيسبوك تاعنا كويزين شيما. وراهم كاين لي فو بروفيل. كويزين شيما راك تصيب اللوغو تاعنا راه فوتو بروفيل تاع لا كويزين. على كل حال احنا واش راح نديروا؟ راح نحطوا الرابط تاعكم في اسفل التعليقات. ماشي مشكل. بارك الله فيك. صديق على حسب حتى خاوتنا التصميم هنا رائع جدا. الله يبارك خاصة هاي. الإضاءة ما شاء الله هاي لك مام هذه بريميوم ماتيير هذه هاي لك هذه يا هاي شوف خويا الأخرى ثاني شابة بصح أنا هذه عجبتني أكثر في الله غير مام هذه الرخام تاعها واعرة خدمتنا كاع هذا الرخام واش من الرخام هذا؟ هذا جالاكسي جالاكسي هذا ربي حالة عليه المتابعين تاعنا في اليوتيوب هذا كاين اللي نحسبوا فيه 1600 حنا نحسبوا فيه 1800 متر كيب. الله يبارك راهو ناقص على البري تاعو ب 400000 متر كاري كيف؟ متر كيف؟ لا لا خلينا نحسب بالمتر كيف. داكو. والكوزينة نحسب بالمتر كاري. الله يبارك. خويا كيما هاد لاكويزين كيما راهي هكايا شحال السعر تاعها؟ هذه رانا دايرينها 22 مليون بلا لي زاكسيسوار تاعها وبلا الخام. الله يبارك. جوست المبلغ برك، المهم حنا لي بري تاعنا خويا تروح وين تروح ما تصيبوش. على بالي كويزين شي ما راهي معروفة هنا بالقليعة ورانا عارفين أنا جينا خيرنا هذا المحل. تسمى باش تبعث هكذا متابع السلعه وسوم. الله يبارك خويا دونك انا مثلا مانيش حاب ندير كوزينه كامله راني حاب ندير غير لي زيليمون الفواكه لي زيليمون عندنا سورتو لي زيليمون رانا دايرين بروموسيون يا سيدي اليوم تتمتع معنا شوفوا خوتي هذا فيه 80 سنتيم
بتاعو يبدا منا لهنا في 80 رانا دايرين له البري تاعو 550,000 كان 950,000 راهو 550,000 ما شاء الله صح وهاو كاين تحب تدي زوج ثلاثه صدي بو فاني القسط مفهوم وعندنا فاني منه هذا ثاني شابين هذا لي كولر كامل ديسبونيبل رانا دايرو في اللون الرمادي راه داير حاله بس بزاف يدوموا ديال السلعه ورانا نجيبو ورانا نجيبو راهي تخلص رانا ديرو بروموسيون رانا دائما نحطو الله يبارك وهذا فيه اما تربا هاوليك فيه 220 البري تاعو راه 950,000 ثم باطا كيف يقول لك هنا هذه واش اخويا هذه بونطونطري ايه هذه في الكويزين انا دايرينها في الكويزين انا دايرينها كادو الكوزينه اللي تفوت 4 متر راح تكون معاها هذا كادو الله يبارك والبري تاعها هذه نحسبوا فيه فاني بلا كوزينه نحسبوا فيه زوج ملايين هاي ثم كي يدو كوزينه فوق 4 متر تديها كادو هذا عنده بونطونطري كادو ما شاء الله الله يبارك تمام لا فينيسيوس جيش تاعها مخدوم بالفيزو كي تقول كادو ماشي حاب يقول كادو ماشي حاجة سوقية ولا حاجة في لاغام في لاغام دائما نقول لهم بلي القريعة اختارت لاغام اختارت حاجة في لاغام حبيت نسقسيك نسقسيك انا خويا فرضا اني شريت عليك كوزينة وقع لي فيها مشكل هذه الدنيا ما على باليش بالك انا نغلط نكسرها ولا ما كاش حاجة ما تكسرش خويا هذه تجي وليك ونكتيفي ولا كنا نخدموها يا خويا بارك الله فيك احلى متا احلى معاملة الأمة تربى بالك ما شفتوش مليح لداخل ايه هذا البري تاعو هنا بان خير وهنا نشوف في بروموسيون هادو فاني راه مالي زيليم وهذا البري تاع رمضان انا دايرينه خويا ان شاء الله ربي يدخل علينا رمضان بالصحه والهنا الله يعطيك الخير هذا شوف خوتي فيها 60 باش ما نغلطوش من لا راهو يدير بريس كان 18 راهو يدير بريس داكور وفيه هنا الفي تاع الميكرون هذا وحده وهذا واحد صح هاي راهو هذا يجي الميكرون تاعو هاي هذا روبوت ريس شو هاولي فيه يجي هكذا بالطول يجي بالطول ايه هكذا باش نوري المتابعين برك خوتي هذا او يجي هكذا بالطول من لهنا شحال؟ فيه 60 صح شحال السعر تاعو؟ 1300 برك 1300 اسعار جد معقول فيه دو بورت فيه هاولي دو تيروار ودو بورت هذا وحده يفد لك خيرك يا رب حاجة اللي عجبتني يا رافينيسي اللي عنده هذا وحده يفد لك الله يبارك خويا الله يبارك كولر كامل هادو ديسبونيبل كاين كولر روج قول لي وشنو هي لاكولور اللي بزاف ديموندي من عند لي كولر كامل ديموندي اعطيني لاكولور اللي بزاف كاين البلون كاين الكري كاين البوردو كاين الكابوتشينو كاين الميلانو لي كولر كامل هادو لي كولر تولي على حساب ديزاين تاع لاكويزين صح على حساب لاكولور تاع الفايونس ولا تاع الديزول ولا الباركي ما شاء الله كي تكون داير باركي دائما تبع المات كيف تكون داير دال ديسون وفايونس تبع البريم صح واش من رخام تنصح المتابعين تاعنا ولا على حسب الاذواق تاعهم على حساب الاذواق الرخام على حساب الاذواق قضيه الاذواق اذواق وهذا فيما يخص لي ليفيو قاعد يجي مع لاكويزين ولا لا ليفيو يجي وحده صح يجي ابار لاكويزين احنا دائما نشوف البري تاع الكوزينه نديروه فارغ داكور باسكو سا ديبو ليفي كاين حب لي حب حاجه مليحه كاين لي حب حاجه موانش هذوك على حساب البي جي تاع راني فاهمك راني فاهمك باش حنا ما نحتموش على الكليون صح كاين باقي يحب الاينوكس يحب لاريزي كل واحد وعقليته كل واحد واش يعرف صح كاين اللي يبان له الاينوكس صحيح على لاريزي وكاين اللي يبان له لاريزي صحيح على الاينوكس داكور يا خويا نشكرك على هذه الاستضافه مرحبا بكم خاوتي ومرحبا ومرحبا بكامل المتابعين تاعنا في هذا المحل بصح يا خويا كي يجوا لك من عند اثاث الثقه شريك 1300 زيد لي قالهم هذيك اليوم مرحبا بكم يا خويا بارك الله فيك فاني اللي طاب تاع فاني تاع عمر تاع الكوزينه هاي هاو البريتا راهو شوف هاي هذه داير 32 هذو للبريتا اثاث الثقه نحسبوا فيها 29 صح هاي مو 32 دو لا بروموسيون دوك الله يبارك 29 وهذه البريت تاعها في الكاتشيرز 26 بروموسيون هذا الثقه والمشتري تاع هذا الثقه يديروا لهم 24 هذو بواروج هذو بواروج هذه الخدمه تاعنا تاع قليع ما شاء الله ما شاء الله حنا ندعموا خوتنا الانتاج المحلي ومرحبا بكم مرحبا بكم في كويزين شيما نعم خويا من فين في لي كولر في البيج يا خويا بارك الله فيك الله يعطيك الخير احلى زياره في كويزين شيما خوتي حتى تشوفوا المنظر انا عندي شحال وانا فوت على هذا المحل يلفت انتباهي الاضاءه الداخل اضاءه جد هايله خوتنا ما شاء الله مرحبا بكم في كويزين شيما دوكا نروحوا المحلات اخرى متابعينا الاوفياء خوتنا ومتابعينا الاوفياء قلنا لكم رانا رايحين محل وماشي اي محل في القليعه اللي هو محل اثاث عطيه الله يبارك خوتنا شوفوا شحال مسنا من التواجد من عام 2002 الله يبارك محل اثاث
عطيه متواجد بالقليعه ما شاء الله وين جاي شتو اثر ثقه زدو تمشاو لهنا خاوتي شويه تصيبو كوميسارية راهو اون فاس الكوميسارية متابعين الوفية عنده كل حاجه عندها علاقه بالاثاث المنزلي باكو تشوفوا خاوتنا ندخلوا لو ستيل ايجيبسيان اللي راهم متوسعين بزاف ونبداو بالطفوله وندخلوا للكبار لي زادولت ماشي مشكل لي لي بور بيبي اخويا هيا معايا هيا نسمع صوتك ارواح شحال يديروا الله يبارك وراه هذا يا ولا كاع كيف كيف في ثلاثة شوفوا خاوتنا لي لي بور بيبي بالمطلة حي سومه هبال سومه هبال خاوتنا شحال 28 بيب المطلة تاعو اخر كلمة الله يبارك خاوتنا المتابعين تاعنا فاتسال المتابعين تاعنا الله يبارك هذ لي لي راهم بسعر زوج ملايين و700 بيهم بالمطلة تاعهم ما شاء الله هذه هدية للمتابعين تاعنا عند الاخ عطية الله يبارك اللي معروف بالمساعدة تاعو معروف بالريادة تاعو في مجال الاثاث الله يبارك شوفوا خاوتنا لي صالون على كل نوع وعلى كل لون ما شاء الله تصيبوا لي زيل تصيبوا بليزيور موديل خاوتنا الرقم تاع محل اثاث عطية راح تصيبوه في وصف عفوا ماشي في وصف الفيديو في اسفل الفيديو هكذا خاوتنا كاين ميم دي صالون في لو ستيل ايجيبسيان في بليزيور كولور ما تكونش غير الدوري كاين ميم الماروش هنا من الفوق هايلين هايلين خاوتي طلعت هذا المحل حبيت نطلع له قبل ما الله يبارك لازم له تخطيط باش تبين كل حاجه في بلاصتها كونه مليء 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 بلي زافير هذا الشومبرا هايله هذه في لا كولور بلونش هايله هذه يا هذه بواروج هذه مخدومه تحت بي غازيل شحال دارت هذه خويا 13 برك وتساعدهم في التوصال باهي لازم ترونجيهم لازم تساعدهم وتهلا فيهم 13 مليون برك خاوتنا هاد لاشومبرا كل شيء في الكات بورت في البواروج عندكم ثاني هذه كاردروب ها كاردروب شوفوا خاوتنا هاد لاكاردروب شحال شابه خاوتي وسمعوا السومه سمعوا السومه شحال دايره 3 بورت 8 ملايين و500 برك 8 ملايين و500 8 ملايين شفنا حتى دي كاردروب تاع 2 بورت 8 مليون و800 انت عطيه 3 بورت بسعر 8 ملايين و500 خاوتنا المحل فيه كل خير لي كانابي فلوستي ايجيبسيان تفضلوا تفضلوا تمتعوا خاوتي تفضلوا شوفوا الاناقه الله يبارك متوفرين في لا كولور دوري السوم شحال قول لي راني كاتبها قد الدنيا بزوج ملايين و200 2 مليون 200 شحال لا طاول باس تاعو خاطئة مع الصالون داكور مع الصالون تاع مصر داكور بصح شوف شوف كيفاش توفر للمتابعين تاعنا دي طاول باس مع لي كانابي بزاف يحبوهم الله يبارك خاوتنا كاين ثاني في المارو المارو شحال كيف كيف 22 في المارو ولا في الدوري هكذا يا بزاف زوج ملايين و200 طلبناهم منا بزاف في محل اثاث الثقه ما وفرناهم لكمش لمده طويله هاو جا الوقت اللي رانا نشوفوا فيهم عند اثاث عطيه بسعر 2 ملايين و200 فقط خاوتنا ها نطلعوا الطابق الاول نزيدوا نديروا جوله خفيفه اللي ثم راح تزيدوا تشوفوا ثاني جديد تاع جديد صدقوني خاوتي هذا المحل لو كان نقعدوا هنايا ساعه زوج ثلاثه اربعه خمسه سته ما يكفيناش باش نوصفوا كل حاجه لهنا ما شاء الله لي طاب صلاه مونجي لارتيكل كل حاجه الله يبارك خاوتنا راه بازار تاع مو نطلعوا متابعينا الاوفياء للطابق الاول مع بعض نزيد ونشوفوا جديد خاوتنا بسم الله خاوتنا متابعينا الاوفياء رانا هنا في الطابق الاول كي قلت لكم بازار تاع مبني معناتها بازار معناتها كاين من كل حاجه حاجه من كل ذوق حاجه تتمتعوا الله يبارك شوفوا لي صالون في ستيل ايجيبسيان خويا الاخ عطيه خويا قول لي لي صالون ايجيبسيان وين يبداو في السعر حتى وين يخلصوا يبداو من 12 مليون حتى 30 الله يبارك 30 مليون الله يبارك وريني تاع 30 وريني ها تاع 30 هذا هو تاع 30 بالطابل باس ديالك بالطابل باس تاعو شوفوا خاوتنا في الاتر مخدوم خدمه شارجي الله يبارك الله يبارك الله يبارك ما شاء الله عندكم خاوتنا ثاني هذا في المارون هذا يستاهل 30 ثاني وكثر ها هذا المارون هذا هذاك 18 برك 18 مليون برك شوفوا برك الخدمه تاعو راني نقرب له هو
وانا مأكد عليه هو خاوتنا. شوفوا كيفاش راني نقرب له خدمة تاعو بزاف متقونة بسعر 18 مليون برك. اتصل في ارقام اثاث عطية وبالبركة عليك. اما عندكم ثم كذوك لي كاردروب خويا؟ انا لي كاردروب ها هيكم كاردروب شحال هذيك؟ هذيك لا هذيك شومبرا. شومبرا ب 17 مليون اتر ولا بواروج؟ لو اتر في لا كولور بلونج متوفر عند اثاث عطية. خاوتنا على بالنا تخافوا تشرو لو اتر في لا كولور بلونج كونو تخافوا يكون بواروج سابغين ولا، ولكن عند اثاث عطية خاوتنا الناس ثقة وشرو وكأنكم تشرو عند اثاث الثقة. خاوتنا عندكم ثاني لي بايو هذي اونسومب هذا؟ هذي اونسومب سالومونجي. البايو مع سالومونجي والارجنتيني شحال دار هذا اونسومب؟ 36 مليون 36 مليون هذا لو اتر بوا اتر. قال لي بوي بيزير سو ما تهدر خويا سو ما تهدر. وهذه واش هذه طاب سالومونجي وحدها؟ طابلة واحدة. هذه شحال دارت خويا؟ 22 مليون تاع مصر 22 مليون ستيل ايجيبسيان. الله يبارك خوتي. شوفوا الكراسة تاعهم بلاك ودوار مخدومين انكليني ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. واش راح نقول لكم؟ الخير كبير لهنا، الخير كبير. نزيدو نطلعوا للطابق الاول وتهلا لي في المتابعين تاعنا. اهم حاجه هي المتابعين تاعنا. الطابق الثاني العمي هاي تلفوننا الطوابق تلفوننا بكون الله يبارك. شوفوا طابق واسع 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 وفيه الخير الله يبارك. واش راح نقول لكم؟ ارواحوا للقليعة عند اثاث عطية وزيدوا شوفوا 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 شوفوا. ما ناش في الطابق ما طلعناش الطابق الثاني. شوفوا هنا واش كاين ثاني. شوفوا شوفوا خيرات خيرات خيرات. شوفوا هذا صالامونجي هذه طاب صالامونجي وفيها لو باي وفيها ايضا لارجونتري تاع دو بوا. شوفوا لارجونتري كيفاش مخدومه. طابله فيها 10 كراسة دي شيز 10 كراسة. شحال السعر شحال السعر تاع هذا؟ 110 ملايين 110 مليون خاوتنا. لافينيسيون تاع صدقوني يا هاد لافينيسيون كنت نتحدث معها انا والرفيق تاعي الان يعني طريبه الفينيسيون خدمه ما شاء الله. هذه مصريه؟ مصريه جايه من مصر. مصر جايه من مصر يا خوتي جايه للجزائر. تقول لك شريني 110 ملايين خدمه بزاف متقونه. ارواحوا لهنا الاثاث عطيه وعينوا بيديكم التمسوا شوفوا برك هذا الديزاين اللي راه هنا تصميم ما شاء الله ومخدومين اما هذوما مخدمه باليد. شوفوا ذاك التاج في الاعلى شوف شوفوا هذاك التاج شوف يا خاوتنا الله يبارك ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هنا كاين كل خير كل خير كل خير. هذا المحل خاوتنا لازم له جوله خاصه به لازم له جوله خاصه به ونكتب لكم جوله في القليعه. هذا المحل راه يحتوي على وكانه على عده محلات. نطلعوا خاوتنا للطابق الثاني ثاني نقول لهم الثالث بسم الله. خاوتي شوفوا السومات على كاردروب شوف شوف 8 مليون 500 برك 8 ملايين و500 برك سوما تاع الحباب كاع 8 مليون 500 بصح كاينه حاجه هذه في الاثر. ساعدهم 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 كي يجوا لهنايا ساعدهم اثر الثقه راهي هنايا باش تسعى لكم خاوتنا في كامل المحلات تاع القليعه. اديني الشومبره الغاليه كاع هذه هي هاي ليكم خاوتي. شحال هذا الشومبرا؟ 100 مليون 100 مليون خاوتنا 100 مليون هاد لا شومبرا كل شيء بزاف هايله ولكن تحس بلي كاينه لمسه. هذا التصميم واش يقصدوا به؟ حنا شويه واش انا تاع الفراعنه تاع الفراعنه. الله يبارك قبلك تشوفيه؟ داكور داكور الله يبارك خاوتي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وفيها المساعدة 100 مليون ولا ما فيهاش؟ كنسير فيها ها؟ باينة فيها الله يبارك. شوفوا لا تدولي خدمة بزاف شارجي. هذوما مخدومين باليد كل حاجة. شوف غير الصناعي اللي يخدم هذا الخدمة يعني راهي تشد له بزاف الوقت. تحفة تحفة ب 100 مليون هذوما شغل يدخلوا في التراث المصري. عندكم ثاني لهنايا دي شومبر من نوع اخر. قبل ما نشوفوا لي شومبر واحد اخرين عندكم ثاني هذا لونسومبل بايو مع لارجونتري مع لا طابل صالامونجي. شحال السعر تاعهم هذا؟ 78 ما شاء الله هايله هايله.
الله يبارك. بصح ساعد المتابعين توانا، ساعدهم وتهلا فيهم. الحالة كيما يقول لك الحالة راهي كورونا وكاع انت دخلنا غير 78 و100 وكاع. بصح خوتي صدقوني هذا الخدمة اللي راهي هنا اللي انا نشوف فيها خدمة تستاهل، بكون حاجة باليد، حاجة باليد، خدمة باليد، خدمة متقونة والله يبارك. وراهم هنا يساعدوكم، وروحوا روحوا زيدوا شوفوا تجولوا، راح تولوا الاثاث عطية، كونوا يبيع بأسعار معقولة. عندكم خوتنا كما قلنا لكم عنده لي طابل باص، عنده الارتيكل، كاين مام هنا خوتنا لي ليفينغ. شوفوا لا شوفوا كيفاش دايره، شوفوا لا كوافيس تاعها كيفاش دايره، شوفوا لا كوافيس، شوف الله يبارك، ملكيه ديريكتومون، اون كوافيس اللي ملكيه. خوتنا مرحبا بكم في محل اثاث عطيه اللي متواجد في القليعه حي كركوبه امام مركز الشرطه، اون فاس مع مركز الشرطه هكا كركوبة أنفاس مركز الشرطة. عندكم هذا الموديل، هذا ثاني شباب خويا، هذه شحال دارت؟ 80 مليون 80 مليون. هذا راهم أونبوا إتر خشب الزان، شوفوا السير تاعها شحال شباب، ما شاء الله الله يبارك. خاوتنا واش تقول للمتابعين تاعنا؟ أرواح مرحبا بكم، ما كاش مشكل نساعدكم في أي حاجة. الله يبارك خوتنا، نشكروا جميع عمال عمال اثاث ثقه طبعا، ونشكروا جميع عمال اثاث عطيه على مجهوداتهم ما شاء الله، على تعبهم وسهرهم من اجل الدفع بمجال الاثاث المنزلي في الجزائر نحو الاحسن والافضل. ما تنساوش الاعجاب والنشر والاشتراك، تعاونهم في التوصيل حتى للدار، حاجه اللي عجبتهم توصلهم لدارهم. داكور هاو قال لكم التوصيل حتى للدار خاوتنا، وماشي مشكل يساعدوكم ويرونجيوكم ويوصلكم. نتمنى لكم انه هذه الجوله تكون عجبتكم، لما لا نزيدوا نروحوا لمحل اخر ونفرحوا خاوتنا بمنتوجات اخرى وجولات اخرى. متابعينا الاوفياء قلنا لكم نروحوا لمحل اخر، والان رانا في الراعي الرسمي للصالونات في القليعه، نور صالون، محلات نور صالون هنا في القليعه. وين جايين؟ جايين هنا في مكان اسمه القارس. راكم كما راكم تلاحظوا هنايا لا ديال لي باتيمون تاع لا ديال، هي عندكم الرون بوان، تمشوا شويه راكم تصيبوا محل نور صالون. الله يبارك، ندخلوا الان راح تشوفوا الله يبارك دي صالون على كل نوع وعلى كل لون. متابعينا الاوفياء شوفوا شوفوا خالتي، شوفوا لي صالون موديل هابي في السكاي، خرج واعر راح ما فرق ماش يخرج هاي هاي هاي. هذا شحال السعر تاعه؟ 14 مليون 800 عند نور صالون في السيت بلاس، ما شاء الله الله يبارك. خاوتنا يطري بالفينيسيون، ماشي اللي جات يخدم السكاي، السكاي لازم لا فينيسيون مواليح، عندهم مواليح. خاوتنا نزيدو ندخلوا للداخل، راح يقابلنا لهنايا لهذا لو صالون، واسمو هذا؟ فراس، هايل هايل هذا. خاوتنا خدمة بزاف متقونة، هذه صناعة جزائرية هذا؟ الله يبارك، ما شاء الله. خاوتي شوفوا تحت هذا السوق شحال شباب، صنع جزائري الله يبارك، وليد العاملة سورية ما شاء الله. خاوتنا هذا لو صالون بزاف هايل، موديل فراس الله يبارك. خاوتنا شوفوا حتى لاريير تاعو بزاف فيني، وعندكم لهنا هذا لو صالون غني عن التعريف موديل شيسترفيلد، شوفوا شوفوا خاوتي فخامة فخامة. للتوضيح فقط هذا لو موديل شيسترفيلد راهو من صنع نور صالون، ما شاء الله ما شاء الله. الله يبارك، مشكور الاخ عدنان الله يعطيك الخير. عدنا هذا لو ال شيسترفيلد، هذا ال تاعو فرماجه ثاني، انا نطلع فيه فرماجه، يجي ما يجي ما يجيش هكاك، يجي فرماجه. قول لي برك الاخ عدنان على الالوان، على بالي سؤال هذا ماشي الالوان هاي كاع لي كولور كاينين الله يبارك. فلورا هذه الكاتالوج تاع فلورا ما شاء الله. في البلو فير ثاني خرج شباب اللي راه عندكم في المحل، ايوا البلو فير الله يعطيك الخير. خوتنا الامايا ثاني ولا مترين ما شاء الله، هذا راح نزيد ولا كاليتي تاع القماش، كاليتي هايله، كاليتي روحها بالضمان بالضمانه 17 سنه ميتي ماشي. الله يعطيك الخير الله يعطيك الخير، بارك الله فيك. وهاو ليكم بريمي، هذه ديروا القاعده وهذه ديروا في لاباسات، هذه يقول لامبريمي تجيك لهنا في القاعده في القاعده هكذا،
والاني تاعو يجيك فلاكادروم هو الكابيتون. داكور ما شاء الله ما شاء الله. راني راح نطلع لك واحد القوه. الله يبارك. خاوتنا كي يجوا لهنا عند الاخ عدنان راح تدوا حتى ثقافه في مجال الصالونات. ما شاء الله تشري برك راح يعطيك افكار وراح يساعدك في الالوان ومن في التصميم. شوفوا خاوتنا لو صالون هذا واسمه؟ ديغرادي بلس هذا لو صالون موديل ديغرادي بلس خاوتنا ثاني بزاف هايل وتعاملنا به شخصيا خاوتنا هذا لا كودوار تاعو لهنا راه اون بوا اتر بخاشه بزاف لا كاركاس داخل بالبوا روج لا كاركاس ما شاء الله وعندكم هذا ديغرادي هذا القلبي هذا القلبي ما شاء الله الله يعطيك الخير خاوتنا هذا بزاف هاي ثاني في هذا لاكولور خرج ما شاء الله نزيدو ما عندوش برك لي صالون راهو عنده ميم لارتيكل لي طابل باس حاجه نقيه متابعينا الاوفياء الان رانا قدام هذ لي دو ليفينغ لي ثاني بزاف هايلين قلت لكم كل حاجه عندها علاقه بالاثاث المنزلي راح تصيبوها عند نور صالون الحمد لله هنا في القليعه كيما تصيبوش حاجه في محل نور صالون ولا في محل اثاث ثقه راح يساعدوكم باش تصيبوها ان شاء الله في القليعه كامل هذه هي الله يعطيك الخير بارك الله فيك خونا عدنان والله يبارك هذه شحال السعر تاعها هذه راه 11800 برك 11 مليون 800 خاوتي فت على واحد لو صالون اللي بزاف هايل شوفوا الله يبارك خاصة اي بلاص تاعو واعر اخويا عندنا هذا شحال السعر تاعو والاسم تاعو 13800 الله يبارك ديكور تاعو كومبلي بالاثر اللي فيه بالاثر لاصق تاعو بالاثر خاوتي الرقم تاع محل نور صالون راه في اسفل الفيديو اتصلوا بصح ساعدهم انا اول حاجة هي المساعدة مهني هنايا خاوتنا نروحوا نديروا جولة شوية على لي شومب نروحوا نشوفوا لي شومب على بركة الله نشوفوا لي شومبر متابعينا هاهم ليكم دي شومبر حاجة شابة اللي عجبتني عنده دي شومبر على بليزيور ديمونسيون دي ديمونسيون كاع كاينين 2.40 متر هذيك البيضة كاردروب هذيك كاردروب هذه مثلا شحال السعر تاعها؟ والله نحب شومبر كل شيء ما كانش مشكل كاين الله يبارك ما شاء الله كاين هذه 18700 اللي من هي؟ 19% داكور كيما هذه يا خاوتنا جاي ستيل في كيما راكم تلاحظوا فيها الان هذه شحال السعر تاعها خويا هذه 11800 11800 برك راهي عندك اون شومبر في البواروج وساعدوهم في التوصال فيها المساعدة يا بيان عندكم هذه يا ثاني خاوتي في الكات بورت هذه شحال السعر تاعها 14500 والتوصال يساعدكم خاوتنا كاين هذا لاطابل جاي ستيل كابيتوني ثاني بزاف هايله كيما راكم تلاحظوا فيها الان وبالنسبه للالوان واحد يبدل لا كولور ولا كاع لي كولور كاين كاع لي كولور ديسبونيبل الله يبارك تحس باللي تاجر يهدر من مكان قوه يعني يقدر يلبيكم اي حاجه عندكم هذه ثاني في الاثر شوفوا الله يبارك فيه تاعها فيه ما شاء الله هذه شحال السعر تاعها؟ 6 و 8 فيها الكات و 6 و 8 كات و 8 وهم كاين اللي شحال السعر تاعها؟ الكات ايه رمضان رمضان لازم نتهلاو في المتابع ما شاء الله وهذه شحال السعر تاعها 8 مليون 700 الله يبارك سلام ما شاء الله هذا المحل لازم له ساعة باش نقدروا نشرحوا كامل المنتوجات تاعو وإذا ما ساعة هذه كأقل تقدير الله يبارك خير كبير ودائما جديد عندنا دائما جديد الحمد لله لي بايو كاين على كل نوع ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله خير كبير خير كبير سيس ما شاء الله الله يبارك الله يبارك شو الله يبارك خاوتنا كما يقول لك في القليعة راح تصيب قوة الآثار شوفوا هذه لاشوم هذه شحال دايرة خويا عندنا 25 كيدمي الله يبارك ما شاء الله وهذه بيضة يعني ماشي سهلة الله يبارك ما شاء الله خونا عندنا نشكروك على حسن الاستقبال انا حاب نزيد نطلع منه واش كاين تفضل تفضل خويا حابب حنوتك الله يبارك خاوتنا شوفوا سلعة كبيرة ما شاء الله نشكركم على متابعة هذه الجولة وبإذن الله سنلتقي في جولة ثالثة لما لا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته